تنسيق تام بين التربية والتعليم والصحة لمتابعة الفيروس المخلوي. قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن هناك تواصلاً مستمراً مع وزارة التربية والتعليم بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب مراعاتها للحد من انتشار الفيروسات التنفسية بشكل عام وخاصة الفيروس المخلوي. يأتي ذلك في إطار تبني نهج تعزيز الصحة الذي يرتكز على الاستباقية في الوقاية من الأمراض المعدية والفيروسات وتقديم العلاج. وأكد أن أي طالب يغيب عن المدرسة لسبب طبي يتم اعتباره غياب بعذر، وذلك لطمأنة أولياء الأمور بشأن مستقبل أولادهم. وأشار وزير الصحة إلى أن الحالات المنتشرة في المدارس هي شيء معتاد، مؤكدا أن الفيروس تم اكتشافه منذ عام 1956، وشدد على عدم ذهاب الطفل للمدرسة إذا كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو الأعراض الخاصة بالأنفلونزا، لافتا إلى أن الطفل المصاب قد يؤدي لإصابة فصل بأكمله. وأوضح أن فترة حضانة الفيروس المخلوي هي من 4 إلى 6 أيام ثم تظهر الأعراض على المصاب، مشيرا إلى أنه ينتقل عن طريق الرذاذ والكحة واستخدام الأدوات أو الأسطح.